بقى دي كان شاشة عرض بتوفرها كل الاداب ده في عندنا الشاشة التعليمات ازاي يشتغل على التنسيق ايه يعمل عشان يسيب كل ده كل ده عمل انت معتمد من هنا بس عدد الاجهزه دلوقتي من 60 جهاز وعندي معملين تاني حاطط سبيد احتياطي 60 جهاز داخل ده في حاله الضغط زياده يعني ده مجرد بس دلوقتي يعني النهارده في كام معمل مفتوح؟ النهارده عندي شويه ثلاث معامل بس كان معامل جهازين 60 جهاز. شكرا.